سمعنا شرائح كثيره من الناس صرت بصبح الازرق وهذا اصحابها مانو. قال احنا بس علينا تقول هكذا برك. لا عجبتكم هكا بصحتكم. لي زافي سون بارطاجي كاين لي كاين لي رعلهم مي كاين جوباب لي كاين دي جون كي بودري بيان كو سا شونج مي اللي يسمعونا حنا ما تقيسش على الناس اللي تسمعنا حنا وتتحاور معنا حنا وتطرح الاسئله علينا حنا. قيس على مجمل الشعب، قيس على واش صاير في المجتمع. ما تشوفش المدن الكبرى في الجزائر اللي التعبئه فيها ما حبستش خلاص، شوف المناطق الداخليه ما فيهاش حراك. ما نكذبوش ما فيهاش. جو بونس كو او لي غروند فيل اون بو با ميتريزي لي جون دون دي بي فيلاج تخرج ان اسكادرون دو جوندارمي ميم لي فيلاج د لانتيريور ما كان والو. Il faut dire parce qu'elle a اصلا ما على بالهمش. عندنا مناطق داخليه في الجزائر الشعب مازال ما على بالوش باللي راهو مواطن وعنده حقوق، مازال ما على بالوش. عند روحو كل ما يعطيوه مزيه، كيديروا الطريق داروا فيه مزيه، وكيديروا ايكول داروا فيه مزيه، وكيديروا ترونسبور داروا فيه مزيه، وكيلحقوا خيط نتاع التليفون فيه مزيه. هادو حقوق. نشوفوا باغ اكزومبل غير باغ اكزومبل هذه كنت تشوف الدول العظمى كيما دو ديجا حنا في بلادنا ولات واحد لا فاسير لا مانيير دو ديسيبيلي لوجمون ولات مهزله. 200-300 بيرسون يحلوا اون سيتي ويديروا لو بوستر تاع تاع الرئيس اي كوم سي سيتي لوي كي افي كونسولي لوجمون وبداو السلام ويعطوهم في المفاتيح والزغاريت. بالنسبه لهم مزيه فوالا ما يعرفوش حقوقهم فوالا. تو اردوغان جاكم من البوسفور جاي يضرب على مصالح التراكا في ليبيا. سيدي يقول التبون هذا يقول احنا هنا كنا 5 قرون، يجاوبوا الطحان نتاعنا يقولوا اهلا في بلدك الثاني. مي الامارات سمك، وين بلده الثاني هذا؟ لا احنا اوتيل قهوه خالي موحة كلوا راحه. لحقنا لها وقت شادلي ميتان يقولوا لا فرنسا هيستوريك صاروا الجزائر انديبندنت والاخر يقولوا اخي ميتارا. يعني نفس العقليه ما زالت. يوسف الرخص والتبغليت اوترانس في القيادات الجزائريه. يوسف راه يقول كونت اون فا لا كونفرونطاسيون اون يوتيليز لا فورس باغ اكزومبل لو كاتا تاع ليجيبت قال لك جينيرالمون نخسروا المعركه. دير قياده، القيادة تحط لك خطة معركة وكي تخسرها تخسرها وانت راجل. ليجيبت وين شفتها تاع ليجيبت؟ نحكي لك على بولحية تاع ليجيبت 30 مليون فوطات مرسي، مات كي الكلب في الحبس ما خلاهمش تدفنوه. وين هما اللي فوطاو عليه؟ صحاب حياكم الله وبارك الله فيك والسجادة والجريان في الصبح وفي العشاء دولهم رايس هيلو حطوه في الحبس شارعوه ومات في الحبس وما قدروش يدفنوه. سي نورمال لكن دخلت معركة مع قيادات من بولحية ايبان تيورا المصير نتاع مصر. بصح كي تدخل معركة مع قيادات تكنوقراطية ناس تخمم بريصانها وعندها ولاء غير الجزائر هنا تربح المعركة. وهذا وعد من الله عز وجل. دونك يا با كرو شوز تسالي كيسيون والدباب راه الدباب راه خدام على روحه. أستين عطانا كيسيون. تفضل. الثورة المضادات تشتغل بقوة في الأيام الأخيرة، وشنو رايك؟ ما الثورة المضادة سي نورمال. الثورة المضادة هي الذباب، الثورة المضادة هي المعلومات المغلوطة، الإعلام الجزائري يعتبر عنصر من عناصر الثورة المضادة، السياسيين الجزائريين سياسيين بين قوسين، باسكو أنا ما نستعرفش بهم على كل حال. ثورة مضادة، هذا لو باد، لاليونس و شي با كوا ديموكراتيك والالترناتيف، ثورة مضادة، جينا سفيان ثورة مضادة، الإسلاميين تاع فركوس وصحابه ثورة مضادة.
هذو كل ثورة مضادة، بس نورمال. الثورة المضادة عندها أوجه كثيرة، المهم تكسر معنويات الشعب، المهم الشعب ما يختارش قيادة حقيقية. وكما يقول لك تيه تشيس بين النعاج، كيعود عندك واحد في حل كثر الطحانين دايرين به ما تشوفوش. سي خليل السحري يقول لك ما هو مستقبل الأفلان والأرندي؟ مستقبلهم الله، سؤال مع من؟ مع تبون؟ معايا أنا؟ مع من؟ مستقبلهم، مستقبلهم في الجزائر كل ما مو سيتيو كيتين ليكورد هما هنا الحكومة تاعك بكل أفلان وأرندي، لكن مستقبلهم في الدولة الجديدة كما قلت أنا. إحنا ما نكسرش لسانو، غدوة تجي الجزائر جديدة أسيدي، إحنا ما نقولوش لا فلان نحيو كل أرندي، نبعثو لهم كونترول فيسكال ونديهم كل الحبس سيتو. كاين أوتي اسمو لو فيسك، لازم الشعب يفهم هذا أوتي ريز امبورطون، نقدروا نستعملوه ضد أي شركة أضرت بمصالح الجزائر في الخارج، وضد أي حزب سياسي، وضد أي جمعية. علاش؟ باسكو هذوك كل بندية، والبندية كيجيهم الفيسك. الفيسك سي دا كونتابيليتي، سي ماتيماتيك، ما عندكش فين تزغل خو، حاكمك حاكمك، وكاين حكمك قطع لك راسك باسم القانون. شنو سي 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 الناس بالك ما على بالش بلي سي لا جوستيس ايطاليان با لو بي دو فيسك عرفت كي سي تاكي ايطانغلي شكيب خالي يا الكابور فوالا، ما قدروا لا بالبوليسيه لا بليزونكات لا بلا بي اي فيسك فوالا قلت لك صافي راسك ما نرضوا حنا ما با دو فيسك ما با دو فيسك في الجزائر اون با دوتوريتي في الجزائر ما عندناش غوفرنمون ما عندناش أنا قلت لك رئيس جا استقبلوه في واحد الفوضى بهدلوا بينا بهدلوا بينا دونك باش راح مين دون اوني دونز اون امباس وي اوني دونز اون امباس وي واش حنا زاد طرابوات نقول لك لا لا رحمة رحمة ربي سننتصر رانا في العظمة سلمياتنا سلمياتنا ما نقولها لكش راهي لامباس هي سي اون امباس ما كاش ديريكسيون بوليتيك سي اون امباس ودوك يجيبوا البرلمان نتاعهم ويجيبوا المياه نتاعهم ويجيبوا كلش نتاعهم مادام ما عندكمش قياده ما كاش قياده سياسيه مادام الشعب ما اختارش قياده سياسيه في الداخل وفي الخارج ما يهمنيش ما يهمنيش. العلم يقول قياده سياسيه وخذ معركه، بلا قيادة سياسية معركة تاعك خسر. بارك